أبنائي وبناتي طلاب ماكسويل، أتمنى تكونوا حليتوا كويس في الامتحانات اللي فاتت، ولو في أي حاجة وقعت منكم في الإنجليزي أو في العربي أو في المواد اللي أنتوا امتحنتوها ما تفكرش فيها كتير، وركز في المواد اللي أنت لسه هتمتحنها. حابب أقول لكم كده في ال4 أيام ونص أو ال5 أيام اللي قبل امتحان الكيمياء هنعمل إيه علشان تبقى مركز وما تضيعش الأيام اللي هي قبل الامتحان. رقم 1، احنا في احتياج ملح لكل دقيقة ولكل ساعة انت بتعدي بيها قبل ايام الكيمياء. بعد ما رجعت من امتحان الفيزياء حاول تريح شوية، نام لك شوية ونام وارتاح كده بعد الامتحان، وما ترجعش اللي انت حليته خلاص. وبعد ما تريح شوية اليوم الاول ده اللي هو يوم الثلاث، عايزك اول حاجة هتراجع الباب الاول، خلي بالك الباب الاول عليه 12 درجة، وهتراجع كمان معاه الباب الخامس. طبعا ما بقوليش العضويه كتير، العضويه دلوقتي بقت قليله فلغايه درس الاستنين. طب هعمل ايه يا استاذ في المذاكره ديت؟ هذاكر كتابه ولا ذاكر من الكتاب ولا من الملخص؟ هتعمل ايه؟ ذاكر الباب الاول بطريقتك، انا مش هقول لك طريقه معينه. لو عايز تذاكر من كتاب المدرسه، لو عايز تذاكر من المذكره بتاع المدرس اللي انت شغال معاه، المهم تذاكر الباب الاول والباب الخامس لغايه الاستنين. طيب بعد كده هتسمع الحلقه بتاعة الباب الأول بتاع مراجعة ليلة الامتحان على أبليكيشن بريفاتو، أنا منزل لك خلاص شوية أسئلة جايين في امتحانات قبل كده خاصين بالباب الأول. الحاجة التانية كمان حاطط لك أهم النقاط اللي لازم تذاكرها وأنت بتراجع الباب الأول أو العضوية. طيب بعد ما عملت كده هتعمل ايه؟ في امتحان هتحله على الباب الاول وامتحان هتحله على العضويه. وكمان انا باذن الله على القناه بتاع اليوتيوب هحاول اعمل لك برضو امتحان على الباب الاول، بحيث يبقى انت كده حليت امتحانين، كل امتحان فيهم 45 سؤال، يبقى انت تقريبا حليت اكتر من 100 سؤال خلاص بالف او به والكلام ده كله على كل باب من الابواب. دول عباره عن لميت لك فيهم كل الاسئله اللي ينفع تيجي في الباب الاول والباب الخامس. ده اليوم الاول، ما تحسش انه كتير، الباب الاول انت ذاكرته كتير طول السنه، والعضويه الجزء الاول طبعا انت ذاكرته كتير، فمش هياخد في مذاكرته ومراجعته منك غير اللي هو يوم الثلاث اللي انت بعد ما رجعت فيه من الفيزياء، وما تضيعش يوم الثلاث. خلص كده يوم الثلاث. اليوم اللي بعده اليوم الثاني اللي هو يوم الاربع، هتراجع الباب الثاني وهتراجع الباب الثالث. الباب الثاني عليه 12 درجه والباب الثالث عليه 13 درجه. هتسمع الحلقه اللي هي بتاعت الباب الثاني والحلقه بتاع الباب الثالث من الابلكيشن او من الابلكيشن بتاع بريفاتو، انا منزل لك حلقه على الباب الثاني ومنزل لك حلقه على الباب الثالث. هتذاكر الباب برضو بطريقتك براحتك باي طريقه انت تعجبك، ممكن تذاكر بيها الباب، وهتحل امتحان على الباب الثالث وهتحل امتحان على الباب الثاني. وكمان في امتحانين هنزلهم لك برضو هنا على القناة علشان اللي ما اشتركش برضو في الابليكيشن، انا يعني سايب لك فرصة براحتك، يعني انا حاطط لك هنا وحاطط لك هنا، بحيث عايز تراجع معايا من القناة هراجع، عايز تراجع من الابليكيشن انا حاطط لك برضو امتحانات مختلفة عن ديت، فاذا الاتنين مع بعض بيكملوا بعض. الحاجة التالتة، وانت بتذاكر في الباب الثالث في ناس بتقول يا مستر طب المسائل بتاع الباب الثاني واقفه قدامي وحاجات كتيره، يعني ما تشغلش نفسك بالمسائل اللي هي فيها فزلكه. احنا يمكن اتعودنا على حاجات بس ما بتجيش في امتحانات اخر السنه، المسائل اللي فيها فزلكه سيبك منها خالص، ركز على مسائل كتاب المدرسه، ركز على مسائل الامتحانات اللي معاك اللي احنا حليناهم على الامتحانات اللي موجوده دلوقتي عندك على اليوتيوب او اللي موجوده على الابليكيشن او على مراجعه ليله الامتحان على بريفاتو. اليوم الثالث يوم الخميس، يبقى احنا كده عدينا يوم الثلاث وعدينا الاربع والنهارده كده اليوم الثالث الخميس. يوم الخميس هتذاكر فيه الباب الرابع، الباب الرابع هتذاكره بطريقتك الخاصه، وانت عندك طبعا بعد ما تخلص برضو المذاكرة بتاعتك راجع الحلقة واسمع الحلقة من المراجعة ليلة الامتحان على منصة بريفاتو او على ابليكيشن بريفاتو، حل الامتحان اللي هو البي دي اف اللي موجود على الابليكيشن، وانا كمان هنزل لك امتحان تاني على قناة اليوتيوب. نفس الكلام سيبك من المسائل الصعبة اللي ما بتجيش في الامتحان اللي هي مسائل الفزلكة بتاع الباب الرابع، حل مسائل كتاب المدرسة، حل الاسئلة بتاع الامتحانات اللي معاك، حل المسائل بتاعه السنين اللي فاتت من 2017. طب ده يوم الثلاث، خلص كده يوم الثلاث؟ لا لسه، انت ذاكرت الباب الرابع. اجرى مذكره ليله الامتحان اللي انت جبتها من المكتبه، وهتلاقي فيها اسئله كتيره متجمعه. طب لو انت مثلا من اي محافظه تاني، انا حاطط لك المذكره دي في الحلقه السادسه
اللي موجوده على ابلكيشن بريفاتو الحاله الجسدته دي، انا حاطط لك فيها ملف بي دي اف مجمع لك فيها الاسئله، زي اسئله العلماء، زي اسئله التعليلات، زي اسئله كيف تحصل على، زي افكار المسائل وقوانين كل المسائل بتاعه المنهج. فدي لو انت جريتها مش هتاخد معاك في جريتها حوالي ساعه ونص، هجرايه مع ان انت مركز في حاجات مهمه. طب ده اليوم الثالث اللي هو الخميس. اليوم الرابع اللي هو الجمعه هنبدا نحل شوامل. طب يا مستر الامتحانات الشوامل اللي معايا انا مش عارف احل ايه، ده امتحانات كتيره. ابدا من 2019 ل 2017، دور اول ودور تاني، حل الامتحانين التجريبيين اللي هم بتوع السنه دي وبتوع السنه اللي فاتت. انا هنزل لك على قناة اليوتيوب امتحان السودان بتاع 2020 اللي هو دور اول، هنحله مع بعض وممكن انت تسمعه، وانا هكون برضو حطه لك بي دي اف برضو لو انت عايز تطبع وعايز تحله بايدك او تتابعه معايا على قناة اليوتيوب. هعمل ايه بعد كده بعد ما حليت شوية امتحانات؟ اسمع الست حلقات بتوع المراجعة بتاع ليلة الامتحان كلهم مرة واحدة، مش هياخدوا معاك تقريبا ساعتين وتلت، فدول كلهم كده يبقى انت كده رجعت المنهج مرة واثنين وثلاثة وحليت امتحان. ده اليوم الرابع اللي هو الجمعة. اليوم الخامس اللي هو السبت هتعمل ايه بقى؟ ده هنركز فيه بقى شوية. واحد، اليوم بتاع السبت ده اجرى مذكرة ليلة الامتحان كاملة تاني اللي هي بتاعت الحلقة السادسة. حل اسئله من اسئله امتحانات اللي هي الاسئله الامتحانات الشامله اللي هي اسئله امتحانات بتاعه السنوات السابقه، الحاجات اللي انت متشكك فيها وكنت بتغلط فيها كذا مره. لو عايز تسمع الحلقات تاني مش هياخدوا معاك ساعتين وتلت، اسمعهم تاني. راجع اسئله كتاب المدرسه للخمس ابواب، راجع اسئله كتاب المدرسه بتاع الباب الاول التاني التالت الرابع الخامس، ودول مش هياخدوا منك وقت كبير. طب بعد كده بعد ما خلصت ديت اتكل على ربنا وما تخافش، في كل تعب منفعه. وانت تعبت طول السنة حاول بقى تهدي ذهنك كده وتنام بدري، بلاش السهر علشان تصحى مركز وتصحى فايق وتعرف تحل وتسترجع كل اللي انت ذاكرته وانت في اللجنة، ومفيش حاجة تبقى ناسيها في اللجنة. فاحنا محتاجين ان احنا نكون بعد ما ذاكرنا نام كويس، ادي نفسك وقت مثلا للنوم كويس 7 ساعات 8 ساعات مش اكتر من كده. يعني لو عندك اي استفسار انا معاك، مش هسيبك لغاية ما تدخل اللجنة، بس ان شاء الله بعد اللجنه خلاص عايز تسال على حاجه ما بنجاوبش على اي حاجه بعد اللجنه، لكن لو في اي حاجه ان شاء الله ممكن هيكون على الجروب باذن الله. الامتحان هيجي من كل حاجه انت ذاكرتها، من كل الاسئله اللي احنا رجعناها. بعد ما ترجع من اللجنه سيبك من امتحان الكيمياء خلاص وركز في الماده اللي بعديها، وان شاء الله يا اولادي ويا بناتي طمنوني عليكم بعد الامتحان عملتوا ايه في الامتحان.